السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا ويا حياكم الله في فيديو جديد. يا أهلا وسهلا بكل المضافين الجدد، منوريني ومشرفيني في قناتي. اليوم حابة أتكلم لكم كذا عن طريقة تسوقي بالسوبر ماركت وكيف أجيب مشتريات الشهر. أنا من الناس اللي ما أحب صراحة أجيب الأغراض بطريقة عشوائية، فصير أكتب الوجبات اللي راح أسويها وبعدين أكتب النواقص اللي أنا نقصتني، لأنها الطريقة مرة ممتازة توفر في ميزانية الشهر وتحافظ على النعمة. فأنصحكم صراحة أنكم تسوونها. التقسيم قسموه أنتم على حسب احتياجكم. الآن إحنا بنص شهر يعني 8، فبيكون معانا نص شهر 8 ونص شهر 9، فلازم يكون طريقة التسوق طريقة ذكية جدا عشان ما يصير عندك يعني مثلا في رمضان، يعني أول رمضان تخلص عليك كل الأغراض. لا، لازم توفرين بطريقة مرة حلوة. طبعا إحنا فرزنا الخضار، فرزنا الفواكه، الأشياء اللي نحتاجها، يصير بس بنجيب اللي هو مثلا احتياجي بس للسلطة واحتياجي للفواكه فقط. طيب تجيني واحدة بتقول لي أنا مو عارفة طريقة التقسيم. أول شيء جيبي ورقة وقلم واكتبي الأطباق اللي أنت راح تسوينها، مثل إيش اللي راح تسوينه من الحلويات، إيش السلطات اللي راح تسوينها، الأطباق الرئيسية، الأطباق الجانبية، العصائر، كل شيء تكتبين اللي أنت بتسوينه. لا تقولي لي بكتب بس مثلا 10 مثلا أطباق، لا، لازم تكتبين حقة شهر كامل. ممكن أنت تكررين الطبق كذا مرة تحبونه، فعادي اختاري الأصناف اللي أنتم تحبونها وتفضلونها. أنا هنا بعد ما كتبت الأطباق الرئيسية اللي راح أسويها إن شاء الله بإذن الله، الله يبلغنا يا رب إحنا وياكم بأتم الصحة والعافية، بكتب النواقص اللي عندي في قائمة المشتريات عشان أطلع السوبر ماركت وأجيب كل أغراضي، خصوصا أنه في رمضان ما أحب صراحة الطلعات كثير خصوصا للأسواق، فأصير أجيب كل مشترياتي الحين عشان أرتاح. ممكن تأجلون، اللي مو قادرة تخلي المشتريات حقت رمضان قبل رمضان، يعني تشيل جزء من الميزانية عشان تكون تجيبها قبل رمضان أفضل. لكن أنا بالنسبة لي أجيب كل المشتريات مرة واحدة وأرتاح. ولا تنسون بنات في تطبيق اسمه D4D، هذا مرة حلو، يعطيك الأفضل السوبر ماركات اللي أنتي تبينها، يعني فيها عروض، يعني تدخلون تشوفون عروضهم. بحط لكم الرابط تحت في صندوق الوصف عشان تستفيدون منه. وبعد ما خلصت كذا مشترياتي طلعت السوبر ماركت وبشوف إيش محتاجة، لكن على طريقي هنا شفت السلة الرمضانية وحبيت الفكرة مرة وقلت بصورها معاكم عشان تستفيدون منها. هنا بنات السلة الرمضانية في بندة موجودة، محتوياتها مثل ما تشوفون تمر، سكر، زيت، شوفان، أرز، كريم كراميل، مكرونة، حليب ومعجون طماطم وشاي ودقيق. لكن شوفوا سعرها 100 ريال، لكن شوفوا البنات اللي مو قادرين يجيبون مثلا يوفرون سلة، أنا كتبت لكم بالمنتدى والله يا ربي يجعلها إن شاء الله في ميزان حسناتنا. أهم شيء بنات إنك إذا رحتي، يعني تجي واحدة تقول أنا ما معي ميزانيتي أو ما تسمح لي، إذا دخلتي سوبر ماركت ولقيتي عرض على شغلة مثلا، لقيتي عرض على دقيق مثلا نقول 6 أو 5 ب20 ريال، أنت مو محتاجة مثلا إلا 3 4، فيصير عندك فائض من هالشي هذا وتخافين إنه يخرب عندك. مثلا الزيت الزيتون، مثلا المعجون الطماطم، دايم تلقون عليهن عروض كثيرة، فحرام إني ما أخذه أو أخذ حبة يعني تكون بسعر مرتفع. خذوا الأشياء هذه اللي تزيد عنكم ورتبوها بنات بسلة وعطوها ناس محتاجة، والله العظيم في ناس كثيرة محتاجة مرة ومع ذلك متعففين. برجع لكم الموضوع، هنا الثوم هذا بنات موجود في بندة مقشر وجاهز، لكن أنا أفضل دائما الثوم الطازج، صراحة حسيته فارق مرة قوي وأطعم بكثير من اللي يجيكم هذا. ما أدري طريقة الحفظ تغيره ولا ما أدري، سبحان الله، بس أحس اللي يجيكم من الخضار تاخذونه وتستخدمونه أفضل. نجي هنا للأفوكادو. الأفوكادو يجي أنا نوعين، في أنواع كثيرة بس هذا اللي متوفر حاليا عندنا، اللي يجيكم خشن واللي يجيكم ناعم. طبعا الأفضل بنات اللي يجي خشن، الخشن يجي طعمه ألذ صراحة، وبنفس الوقت دائما يكون نضجه أفضل من اللي يجيكم ناعم.
إذا جيتوا تختبرونه بنات ضروري قبل تاخذونه تلمسونه، لأنه كثير ياخذه ويطلع قاسي، فالمسوا القشرة من برا واضغطوها ضغطة خفيفة تشوفونها إذا كانت لينة فهذه ممتازة، ما تكون لينة بعد مرة قوة، لا ليونتها حلوة. هنا الكرفس تو صورت لكم، وهذا المعجون التمر أخذت منه، هذا بنات دبس التمر مرة يجنن صراحة، موجود في بندة. وهنا الفلفل الحمراء ترى بنات ما وسموه، الحين سعره بدأت تنزل مرة، فاللي تبي تروح تاخذ أفضل يعني هالوقت. وهنا الفيمتو والسانكويك، ونصيحة إذا تبون بدائل صحية أنا مسوي معاكم فيديو كامل العصائر، يعني مسويت فيديو هين اثنين، وبإذن الله في رمضان راح أسوي معاكم أصناف من العصائر اللي تكون طازجة. أنا مستحيل أخذ من الفيمتو ولا السانكويك ولا التانك في بيتي، فإذا أخذتوا بإذن الله سويتوا طريقتي بإذن الله بتحبونها، وعادي ترى تسوونها من الحين لأنها تنحفظ عندكم فترة طويلة. كان هنا عرض على الدقيق الكويتي مرة يجنن صراحة، أنا أحبه صراحة للخلية، والسينابون مرة يجنن، فبتكلم لكم إن شاء الله في فيديو بكرة بإذن الله، لأني بنزل لكم جزئية من المفرزنات. هذا الدقيق بعد مطاحن الأولى بعد برضو حلو استخدمه لإيش، أنا أخذ كيس بنات كبير مرة، يعني شوفوا هذا ترى كبير، أنا أخذ أكبر منه أسوي مثلا فيه خبز للصباح، يعني خبز العادي برضو أخذ أسوي فيه اللي هو مثلا يعني الفطاير العادية، فهمت، الصامولي، الأشياء اللي بالبيت يعني أسويها، مو الفطاير اللي تكون طرية مرة لا، بس مرة صراحة حلو. مطاحن الأولى اعتمدوه، لكن الخلية سينابون صراحة أنا أفضل الكويتي، يعطيها طريقة طراوة ولذاذة صراحة. هنا سويتز كان عليها عروض، أنا ما أخذت صراحة منها، قلت لكم أنا اللي أخذته نوعيته مستاف. وهذا البوريك اللي سويته معاكم ذاك اليوم، بس هذا حق بندة طبعا، حق البيت يا بنات شيء مو طبيعي صراحة، مرة لذيذ، تقدرون تسوون أحجام كبيرة نفس كذا أو صغيرة اللي تبون. هذا صامولي فرنسي أنا أستخدمه في طريقة معينة بصور معاكم بإذن الله في تجهيزات رمضان بعد. شوفوا بنات أنا خلصت مفرزنات فأخذت النوع هذا، وبسوي معاكم بس اللي باقي لي أنا تجهيز البهارات والأشياء الخفيفة اللي بتكون معاها، فبإذن الله بصور لكم إن شاء الله خلال هاليومين بإذن الواحد الأحد بنزل لكم. هنا أخذت من كروسان بندة، عيالي يموتون علي مرة صراحة، ودي أتعلم أسوي كروسان عشانهم عشان أسويه بالبيت، بس شغلته صراحة مرة مرة صعبة. هذا بنات الخبز الأمراء ترى عليه عرض مرة حلو صراحة، أنا أجربه، جيبوه بنات حطوه بالفريزر متى ما احتجتوا تطلعوا منه، حلو تسوين عشاء يكون يعني تدهنونه ببيتزا، نفس البيتزا يعني تستخدمينه كقواعد بيتزا أو عش البلبل اللي تبون. هنا البقسماط حق بندة صراحة كان قبل أفضل بكثير، كان كميته مرة كثيرة وكان لونه بني، بس الحين ما أدري ليش متغير. هذا فوشية بعد، بقسماط فوشية بعد حلو، وفيه بعد هرفي مرة حبيته. مرة صورت لكم هذا حليب البندق وهذا حليب الصايا، كلهم مرة حلوات، في نكهات الشوكولات، هذا حليب الشوكولات بس أنا أسويه بالبيت صايا يعني بالشوكولات، بس كلهم مفيدات صراحة مرة يا بنات احرصوا عليهم. هذا حليب الباريستا بس بالنكهة الجوز الهند، وفي بالصايا ما أحبهم صراحة، جزء أتقبل بس اللي يحبون يعني شيء صحي للقهوة خذوا، مرة ترى حلوة الشركة هذه. بنات بدال ما تاخذون دريمو خذوا من ملتقى الخبازين كريم شانتيه، بديل ترى لها مرة يجنن ورخيص، يمكن يطلع لكم الكيس أتوقع كيلو يمكن 19 ريال. حبيت الفكرة، خليط كريمة الخفق باودر يعني في 4 أطراف، ما جربت. كل منتجات رمضان حاطينها هنا، الزيتون هذا في واحد بسوق النخبة نفسه
وهي مرة ممتازة. صورت لكم كم مرة، تاخذونه وتفرزنونه ما يخرب عندكم. بدور الكينوا وبدور الشيا بدور الكتان، بس خذوها من محلات أرخص، يعني بندي يكون أغلى شوي. بدور الملح الصحي، هذا قودي بديل لايت ماينيز لايت، في الحجم الكبير عليه عرض حلو مرة عرضها. اللي يبون دارك شوكليت هذا بالحليب، وفي دارك، بس الشركة هذه مرة ترى بطلة، ما فيها سكر، حلوة مرة، خالية من الجلوتين، مرة بطلة. اللي يسوون كرات التمر وكذا ترى بتعجبكم برضو. السناك هذا مرة حلو، لا مو هذا، هذا شوفوا مرة حلو، سعره ريالين. الحليب النيدو أنا ما استخدمه للأكل، الشركة هذه بطلة بنات، دايما مدح لكم، مرة حلوة ترى. هذا بالشوكولات، هذه بعشر ريال. بنات انتبهوا تاخذون هذه، ترى فيها أشياء مو بصحية، فانتبهوا. أفضل شيء المراعي. في بعد العتش بعد حلوة بس مو موجودة. محتاجة كريمة خفق، تاخذ نادك. المراعي شوف عليها عرض 16 حلو. انا اخذت بنات كريمة الخفق المراعي افضل شيء طبخ، واخذت الكريمة العادية حقت الحلا. في ناس يستخدمون حقت الطبخ للحلويات، ابدا ما ينفع لانها تجي مالحة، وكريمة الحلويات تجي دائما حالية، فما انصحكم ابدا بالمكس هذا اللي حابين فيه صراحة، ما ينفع ابدا. في بعد هنا لا، شركة بوك مقاطعة، بوريكم جبن الشرائح. في اللايت مرة ترى حلو، أفضل لكم إنكم تاخذون العادي، يعني نفس المراعي هنا شركة المراعي لايت ممتازة جدا، بس بدور شيء عليه عرض. أيوه هذا المراعي، شوفوا كلهم هذا الشجر، وهذا هو أي عليه عرض. شوف سعره 13 ريال. أبغى جبنة مبشورة صراحة، الأفضل إني أجيب جبنة كبيرة وأبشرها، بس ما عندي مبشرة، فأبي أي شيء. هذا عليه مرة ممتاز المراعي، هذا مرة بطل. شوف كم سعره، أبغى جبنة قشقوان عليها عاد. لقيت المراعي عليها عاد، دايما القشقوان غالية صراحة، موجودة في أسواق النخبة ترى أرخص، بس أكيد المحتوى يكون يفرق، أهم شي يكون مصدرها حليب بقري. هنا أخذت اللايت، جبن المراعي أخذت واحدة، أبغى جبنة مراعي بعد حلوة مرة، بس أبي جبنة مراعي ما حصل صراحة، بديل للكيري ترى أفضل يا بنات، هذا هو، بس ما أدري عليها عرض ولا لا، بتأكد. هذه فيلاديفيا، في بديل لها اللي هو المراعي، أتوقع موجودة بس ما أدري. أنا بالنسبة لي ما أخذ إلا الأجبان بس، الأشياء المخلطة التنقات يعني اللي تكون معاها ميكس وما أدري إيش ما أخذها، ليش؟ لأنها تكون يخلطون مع زيت الزيتون زيت عافية عشان ما تجمد،
يعني هذه معلومة للي ما يدري عنها، دائم تجيكم مثلا زيت زيتون، الفلفل الحار اللي محشي لبنة، يكون الزيت عنده خفيف حتى لو تحطونه بالثلاجة ما يجمد، لأن معاه بنات نسبة زيت عافية أو أي زيت قلي، فأنا ما أحب أجيب منهم. بالنسبة للأجبان، جبنة كرافت أنا ما أخذها عشان المقاطعة، أخذ بديل لها اللي هي جبنة المراعي. بالنسبة للمشمش أحب أخذه لأن أسويه مع سلطات، أسوي مع الوصفات الحلويات في رمضان أو عصائر، يكون في نسبة شوية سكر بس يعتبر يعني حلو. هنا كان مهباج مسوين عروض صراحة مرة قوية، فأخذت البرغل. أنا ما فرزنت الكبة بس إن شاء الله بس أفرزنها معاكم. هنا معلومة للي ما عندي خبرة في هالشي، التفاح إذا جاكم يلمع كذا فهو عليه طبقة شمعية، لازم إذا جيتوا تاكلونه تشيلون الكشور حقته، فالأفضل دائما أنكم تاخذون اللي ما يجيكم طبقة لامعة، لأنه كله يغمسون بمواد شمعية عشان بنات ما يخرب بسرعة. اللي يشتهون الحنيني ويكون يبون شي سريع، حق هرفي ترى بعد حلو، صحيح انه حق البيت او تاخذين من اسر يعني صراحة احلى اكيد بكثير، بس للي يبي يعني شي سريع وجاهز حق هرفي مرة حلو تسخنونه. وعليكم بالعافية. الزبادي احب شركة نادك صراحة هو الافضل، ودايم في رمضان اخذ، وخصوصا بعد بالايام العادية اخذ العلبة الكبيرة، لان يستخدمه مثلا بالعصائر ونستخدمه للسحور، وكثير طلب مني أني أتكلم عن الأشياء اللي تكون للسحور يعني خفيفة وبنفس الوقت صحية. شوفوا بنات، أنا بالنسبة لي ما نسوي سحور صراحة، أسوي أشياء سريعة، يعني مثلا إذا صرت مرة جوعانة سويت الشوفان، هذا أبو قوس اللي هو العدني، وهذه شركة الكاكاو اللي لونها بني غامق، هذه سعودية بنات، أفضل من هيرشي مرة ترى حلوة. بالنسبة للمفرزنات اللي أقول لكم، شوفان، زبادي يوناني، سلطة، أي شيء يعني ما نسوي صراحة سحور، وأساسا يصير زايد عندي من الفطور، فإذا صار شيء يزيد نسخنه ونأكله. فإن شاء الله بإذن الله بصور معاكم أفكار، هذا أخذ بناتي حطه مع العيالي في اللانش بوكس. وهنا بسكويت ليدي فينغرز، يجنن بنات هذا الشركة، هذه مرة حلوة وسعره 7 ريال، أخذت صراحة لقيت عليه عرض وأخذت 3 علب، في نكهات، في بالشوكولات وفي بالفانيليا، فأخذت هذا الشوكولات واحد وأخذت بالفانيليا 2، خلصتها عليكم، كان آخر حبتين. وهنا أفضل شركة للسكر البني، يجنن مرة، أحلى نوع، أخذه وأحطه بعلبة وأحط معه قطعة توست يقعد عندي بالثلاجة فترة طويلة. بالنسبة لسكر الباودر موجود بنات بملتقى الخبازين، هذا سكر يعني عادي توقعته باودر بس لا، فاللي عند بندا رخيص مرة وسعره حلو. بالنسبة للشوفان، هذا بنات شوفان هنا يجنن صراحة، أحب أسوي جرانولا قبل رمضان عشان يكون مثلا صرنا جوعانين أو شيء يكون يعني سناك صحي. وهنا صلصة الطماطم فريشلي، راح أسوي معاكم بإذن الواحد الأحد صوص بيتزا، بيكون جدا جدا لذيذ. اللي تسوي الطريقة المعتادة تحط مع الفريشلي، هذه صلصة البيتزا حقت الفريشلي حلوة، لكن أو أي شركة يعني عادي، لكن أنا بسوي معاكم بكرة صوص البيتزا بطريقة مرة حلوة. تاج السعودية الجديد، كشنة جاهزة زي ما جون الطماطم، حبيت الفكرة بس طبعا تجهيز البيت أكيد أفضل. الصوصات الجاهزة صراحة أحبها بس صرت أتركها لأنها كثير مهدرجة وكذا، فصرت ما أشتريها. شوفوا هنا صوص البشاميل عليه عرض، يجنن، شركة كيدي دي طبعا كويتية، مرة يجنن، فباخذ منه شوفوا 2 ب11 وهنا الواحد الكبير ب11، فباخذ 2 أفضل. ليش؟ عشان لما أفتحه ويأخذ فترة يخرب، فباخذ 2. قاعدة أدور قشطة، تخيلوا كله شبيه، كله شبيه بس هذه القشطة، شوفوا هنا شبيه، لا هذا محلي مكثف، هذه شوفوا ركزوا على كلمة شبيه، صغيرة مرة، فن أفضل هنا شبيه مرة صراحة، شيء يضيق الصدر. بالنسبة للفانيليا بنات خذوها من ملتقى الخبازين، عندهم طبيعية أفضل من اللي تجيكم مصنعة نفس كذا، ملتقى الخبازين تجيكم أفضل من كذا. برضو المهلبية هذه نوع مرة حلو بس في نسبة سكر مرة عالية، لكن اللي تبي شيء جاهز
وعادي عندها نسبة السكر تأخذ المهلبية. بالنسبة للجيلي بنات، شوفوا أنا بقول لكم على هذا بنتي طلعته لي، بس بسويه معاكم بطريقة مرة حلوة وبدون أي ملونات صناعية وبدون سكر، فإن شاء الله بإذن الله بسويه معاكم قريب. أخذت وهنا أخذت معي اللي هي عظام البقر مرة حلوة بسويها معاكم وهنا كان في الصوصات، فقلت بصور لكم الكاتشب. أنا اعتمدت النوعية هذه بنات، بس تلقونه في قسم الدايت بدون سكر، هذا فيه نسبة سكر. أنا قلت لكم بقول لكم رأيي، ترى مرة حلوة. هذا خليط براوني، ما أدري صراحة هل هو من المقاطعة أو لا. أنا كده سبحان الله بنات صرت لا إراديا ما عاد أحب الأشياء اللي تكون فيها، يعني حتى لدرجة هنا أخذت الحليب مسحوق الجوز الهند وأخذت حليب جوز الهند. فحليب الجوز الهند لأنه يخرب بسرعة بنات، اللي تخاف أنه يخرب تأخذ نوع المسحوق يعني. فأقول لكم بالنسبة للمقاطعة، أنا سبحان الله يا بنات تعودت خلاص، لأن لقيت بدائل مرة تجنن، يعني منتجات سعودية سواء أردنية خليجية، بس يعني صدق صدق منتجات مرة حلوة. بالنسبة للمكاتي هذه الشركة هذه بنات مرة بطلة الحليب الجوز الهند، بس للأسف صايرين رافعين أسعارهم مرة. أخذت المسحوق منهم ولقيت سعر فريشلي حق حليب الجوز الهند أفضل من مكاتي، فأخذت اللي هو فريشلي. هنا مخلل المانجو مرة صراحة سمعت عليه مدح كثير وأخذته، بجربه وبقول لكم رأيي. وهنا الصوص من مكاتي بعد الشركة هذه بنات فلبينية، بالصراحة مرة صوصاتهم متجنن. هذا لا يفوتكم مع سبرينج رول، شيء خرافي جنن مرة، حتى مع السمبوسة يعني تغميسة مرة لذيذة، فضروري انكم تاخذونها وتجربونها. طبعا في حجم كبير وفي صغير وسعرها تقريبا 14 ريال كذا. نجي للبقوليات، خلاص اتوقع حفظت طريقتي. اخذ شوفوا الكمية هذه ممكن 9 ريال 10 ريال 11 ريال، تاخذينه تغسلينه تسلكينه وبعدين تحفظينه بالفريزر. طبعا اغلبهم يحتاج نق ننقعهم يعني. وهنا الماش هذا مرة يجنن، ضروري انكم تاخذونه تسوونه مع السلطات. طبعا هو نفس مفعول الحلبة لكن بدون ريحة، وبنفس الوقت مفيد للعظام مرة، فضروري انكم تاخذونه وتسوونه لوصفاتكم. بسوي ان شاء الله معاكم بوصفات تكون مرة حلوة. هنا ملح الهملاي اللي انا احبه صراحة، النوع هذا مرة بطل. العميد الناعم هو اللي يستخدم للمعمول، اللي ما عندها خلفية يفرق ترى عن العادي. الخشن يجيكم فوق كذا، هذا خشن، هذا اللي يستخدم البسبوسة، بس الناعم لا يستخدم للمعمول. والحلويات الثانية قلوبي يا بنات عليها عاف بعد حلوة مع السلطات مع الأشياء المرة حلوة. هنا البابريكا المدخنة ضروري انكم تاخذونها مرة تجنن. في وهنا بهارات البطاطس المقلية بعد برضو مرة حلوة من شركة فريشلي، مرة ممتازة ودايم بهاراتهم صراحة حلوة ولذيذة بنفس الوقت. بنات السمنة المراعي ترى مرة حلو، أهم شيء إنه يكون من حليب أبقار مو نباتي، لأن اللي يجيكم نباتي مو بصحي، هذا صحي. طبعا في أحجام متنوعة. هنا التونة هذه بنات لا تفوتكم، اللي بالفلفل الأسود مرة تجنن لذيذة مرة. وهنا بعد اللي هو الشعرية، خذها كذا جاهزة مكسرة جاهزة، أفضل من اللي التقليدية العادية مرة صراحة حلوة. طبعا شركة الجود بطلة، شركة كويتية، أفضل من اللي تجيكم دوائر. هذا بنات نستخدمه للشوربات، أفضل لكم من ماجي والأشياء المصنعة عفوا. بالنسبة للازانيا قاعدة أشوف عليها عروض صراحة مرة حلوة كتغيير، يعني شوفوا حنا مو مرة مع الباستا بس يعني أخذه كتغيير بالبشاميل صراحة لذيذة مرة. وأخذت الكانيلوني هذه مرة حلوة صراحة، قلت كتغيير وإن شاء الله بإذن الله نسويها معكم. بالنسبة لموية الجوز الهند بنات مرة حلو، حاولوا تدخلونه في نظامكم. أنا صرت أستخدمه مع العصير الأخضر، أضيف علبة منه، فمرة صراحة بطل. لا في أنواع بدون سكر وفي بسكر، بس إن الشركة هذه بعد مرة حلوة.
أنا صراحة عشان العصير الأخضر أحب يكون فيه نسبة سكر يعني لو بسيطة، بس مرة يعطي ترطيب للجسم جدا مفيد. اقرأ عن فوائد موية جوز الهند، هنا كنت قاعدة أقرأ نسبة السكر وكذا، بس مرة حلوة. شوف النوع الثاني بدون سكر، وهذا نوع من العصائر بعد الحلو اللي عضوي، كنت أعطيه عيالي وهم صغار بس ما يحبونه مرة، يحبون شركة كيديدي أكثر. وهذه بنات اللي هي العصائر طبيعية، أتوقع زي السيروب، ما قريت والله كثير ولا جربتها، بس صراحة عليها مدح. بالنسبة للمنظفات عندي ما راح أشتري، أنا أشتري منظفات تقريبا كل 3 شهور أشتريها مرة واحدة. تذكرون الطلبية اللي طلبتها من بريف؟ والله للحين عندي ما شاء الله تبارك الله، كأنها مصبوب عليها البركة، ما رضت تخلص. المطهرات يعني تقريبا على وشك، لأنه كان عندي أنا قبل مطهر. فبعطيكم نصيحة صغيرة، جربت بنات ستور هرفي، يا الله يا بنات على الطراوة، يا الله على اللذاذة، كأنكم تاكلون سمك، يجنن يا بنات، ضروري انكم تاخذونها، مرة بطلة. وهذا هاش براون حلو لسنا لللانش بوكس للأطفال اللي يحبونه، بس طبعا هنا فهمتوا زيرو الطبيعي أفضل، وأنا مسويته معاكم. وبكذا خلصت جولتنا، لا تنسون بنات الصدقة في رمضان، لو جزء بسيط تعطونها 100 ريال، لو تسوون بجروباتكم تجمعون مبلغ معين وتسوون منه صدقة قبل رمضان، احتسبوها عند الله، وبإذن الله أن الله بيجعلها بركة في مالكم وأولادكم. ولايكاتكم وتعليقاتكم أكيد تسعد قلبي، الله يسعدكم يا رب، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فمان الله.